هشام الخلصي. حضرات المشاهد، واليوفي بألوانه التقليدية على اليسار، وبداية من نار 16 أهداف من 17 مباراة، أقوى خط دفاع، واليوفي سجل 41 هدف من 17 مباراة، أقوى خط هجوم. الأسمراني الفرنسي إضافة كبيرة لوسط ميدان المدرب أليغري. برجو كليني والذئاب العاصمية في هجمة خطيرة وقوية، ومهدي بنعطية للأرجنتيني فاتيو، لمسة رأسية من مهدي بنعطية، وتماسك لفريق روما. ينتظر في الكرة، تصل لجيكو، لمس يونال من شافت، سرعة الإيقاع، ناي جولان، مخالفة ضد مهدي بنعطية، الدبابة يومانزوكيتش، ماتويدي أوت الوراء، مهدي بنعطية اللي حاول تثبيت الدفاع البيانكونيري، سامي خضيرة بنعطية، جورجيو كيليني. مشاهدينا الكرام، لم يسجل إلا 28 هدف، وتعادل أمام إنتر ميلانو في هذا الملعب في الجولة 16. سامي خضيرة، عفوا سوبر ماريو مانزوكيتش، كسامي خضيرة كوادرادو، الكل متواجد. جول 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 جول، هو هو مهدي بنعطية، نجم أبرز المواهب العربية، مهدي بنعطية حتالو في الشباك، جبالو هو طليان، يبقى دائما رهيب كروي. وقع احتساب 7 ركلات ترجيح، عفوا 7 ركلات جزاء، وكلها كانت محل نقاشات. بنعطية، جاكو يعرب على اليسار، قادر جاكو، اوه الحكم يعطي مخالفة، لا الحكم يتابع، لا يأتي المخالفة للمغربي مهدي بنعطية. لاندرو مع اخوان كوادرادو، روح انتصارية كبيرة للسيدة العجوز هذه الليلة. بنعطية، يا سلام يا سلام، اي ثقة هذه يا سلطان الدفاع، يا اسد الاطلس يا بنعطية. كرارة كرة رام، يعدي كرة رام، والحكم يقبل اللعب، ترجع الكرة من مهدي بنعطية لليسار، واحدة للمليان بيانيتش، سامي خضيرة، تعود الكرة لجورجيو كيلي، أليسون بيكير على طول، ميلان، مهدي بنعطية، يخسرها المغربي. ويعديها ريتانيالي بيروتي، وممتاز مهدي بنعطية يتدارك أمره، بنعطية ميرالين بيانيتش، رائع دينامو فريق اليوفي، عودة للوراء لميرالين بيانيتش، الصعود لمهدي بنعطية، التصويب قوي لكنه بدون عنوان، ثقة كبيرة لنجم الكرة المغربية. يتواصل مع تشيسني، أندريا بارزاني ثابت في ربع الدفاع العالمي لفريق اليوفي اللي كان يقوده جيجي بوفان، إلى جانب جورجيو كيليني وبونوتشي وبارزا، كرة طويلة، وماريو مانزوكيتش في الإنقاذ، النجم الدولي بنعطية يتفوق على تشيكا على يمين الهجوم او امامنا امام الكرة، هذا ستروتمان، ستروتمان، وكرة ممتدة رائعة لفلورنزي، يوزع وتشيكو، تشيكر، وهذه المرة يأتي مخالفة للمغربي،
مهدي بنت. دائما اليوبي ستروتمان مرتد الكرة مهدي بنعطية بالتصدي الأحمر العاصمي مرة أخرى مهدي بنعطية رائع 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 السد الأطلس في الدفاع ما كيف حد تسقي اليساري المهاري في مكان إخوان كوادرادو غلطة دفاعية قاتلة